السلف كفاية كده لتخفيف أعباء الدين عشان الأجيال القادمة. أنت حضرتك شايف تصريح الوزير المالية إزاي؟ لا طبعا تصريح صريح، بس احنا اقتربنا اكتر من كده كمان. ده الدين المحلي بس، احنا بنتكلم من 2.5 تريليون، ده الدين المحلي. انما الخارجي فيه تقريبا حوالي زدنا قرابه حوالي من 34 مليار لغايه 92 مليار، يعني احنا بنتكلم برضه في قرابه حوالي 60 مليار مثلا دولار دين خارجي خلال الفتره دي كلها او ما بعد 25 يناير حتى الان. هنسدد الديون دي ازاي؟ هي لازم عجله الانتاج تشتغل، ولازم النهارده الدوله كلها لازم تشتغل. بس برضه يعني السياسه نفسها اللي بتحطها وزاره الماليه لازم ما تبقاش السياسه مبنيه على جيب المواطن المصري، تمام؟ ان انا برفع الاسعار بحر الدعم، لا، لازم النهارده تدخل الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي. لازم النهارده نبقى كلنا سواسيه النهارده امام تحصيل الضريبه، واخد بالك؟ اللي معاه النهارده يبقى في تدريجي، اللي معاه 10,000 غير اللي معاه 20,000 غير اللي معاه 100,000 غير اللي معاه الكلام ده كله. ما ينفعش النهارده انا بركز على 40 50 رجل اعمال عمال بجلدهم وحصل منهم الضرايب، وعندي النهارده اقتصاد غير رسمي تحت بير السلم 2.5 تريليون او 3 تريليون او 4 تريليون على حسب ما يقيموه او على حسب كل وجهه نظر. احنا بنسمع الاقتصاد الغير المباشر ونسمع الشمول المالي ونسمع الاقتصاد الحر والاقتصاد الغير الحر. بالفعل احنا شفنا الفتره اللي فاتت احنا مهتمين بالشتات بس بعد اذن حضرتك من ضمن الاقتصاد الموازي اقتصاد الاخوان. ده احنا نسحب حلقات عن اقتصاد الاخوان وعن مقاولين الاخوان وعن انساق الاخوان الموجوده. يعني انا بقول لك ما دام من الاقتصاد الموازي اللي انت ما تعرفش عنه حاجه الا لما صدرت احكام المحاكم وحطتهم تحت البتاع، تاخد دلوقتي 300 مليار لسه في اكتر من 600 مليار كمان الاراضي والشركات. هنرجع للاخوان لان هم لهم نص الحلقه بس، يعني احنا برضه نخلي الدكتور وائل يكمل وجهه النظر عشان توصل للمواطن. الدين وعبء الديون وسداد الديون وفوائد الديون مين هيتحملها؟ طبعا الاجيال اللي جايه. وخلي بال حضرتك على حاجه، 2020 لازم كلنا نحط فيروس كبير جدا، هتبقى كارثه كبيره جدا على العالم بكله او الازمه على العالم بالكامل بسبب الديون. العالم بالكامل هيصرخ بسبب الديون في 2020، وفي النهارده تحذيرات ان الدخان ابتدى يطلع من